خلال الساعات القليلة اللي عدت، فنانة شهيرة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد ما فكرت انها تعتزل لست اتكلمت معاها بطريقة مش كويسة. بس الغريب ان الكلام ده من 5 سنين والفنانة لسه فاكرة تعتذر النهاردة. طب ايه القصة؟ يلا بينا نعرف كل حاجة من البداية للنهاية على المصرية. بررت شهيرة موقفها بان كان عندها ظروف صعبة وقتها بسبب مرض جوزها الراحل محمود ياسين، وفي بوست على الفيسبوك كتبت شهيرة وقالت: مش عارفة ابتدي ازاي، بس من اكتر من 5 سنين تواصلت مع ست جميلة بتعمل ملايات سرير بأناقة ورقة، وكنت طلبت منها شيء او اضافة معينة للملاية، وكانت الست من اسكندرية. لما وصلت الملاية اتكلمت معها بعنف وان مش ده الشيء اللي طلبته. بعد كده اكتشفت ان الملاية بكل مكوناتها في منتهى الجمال والجودة. وقتها كنت اعلى درجات التوتر بسبب شدة مرض محمود في الايام دي، والملاية برغم مرور السنين لسه محتفظة برونقها. انا بكتب ده عشان عايزة اعتذر ليها على اللي بدر مني وقتها من سوء فهم نظرا للظروف الصعبة والقاسية اللي كنت بمر بيها. مش بس كده، دي قالت في البوست كمان: عرضت جزء من الملاية عشان لو تصادف وشافتها الست الجميلة دي تسامحني وتعذرني، ويا رب يا رب تشوف البوست وصورة ملاياتها اللي طبعا مش بجمال الحقيقة، بعتذر ليها تاني ولو شافت البوست تتصل بيا، مع تحياتي. ادعوا معايا والنبي تشوف البوست، وللأسف ما عنديش اي وسيلة للاتصال بيها. تفتكروا هتقدر شهيرة توصل للست دي والست تسامحها وتقدر شهيرة ترضيها ولا لا؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.